أهلا بكم. أحيا ناشطو ومؤازرو ثورة تشرين في بغداد وعدة مدن عراقية أخرى الذكرى الرابعة لتظاهرات تشرين الأول في العام 2019 التي انطلقت في العام 2019، وجدد المتظاهرون أهدافهم الوطنية بإسقاط النظام الطائفي والكشف عن قتلة زملائهم من الناشطين والمتظاهرين، وأكدوا أن ثورة تشرين مستمرة. من جانبها قالت هيئة علماء المسلمين في العراق أن الذكرى الرابعة لثورة تشرين مرت على العراقيين في الأول من تشرين أول في أجواء مشابهة لانطلاقتها في العام 2019. وأضافت الهيئة في بيان مباركتها الذكرى السنوية الرابعة لهذه الثورة أن حشداً شبابياً كبيراً أحيا ذكرى الثورة برفع الشعارات نفسها المناهضة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والمطالبة باجتثاث الفساد ومحاسبة أحزاب السلطة الغارقة فيه وإنهاء الهيمنة الإيرانية. وأكدت الهيئة أن إصرار العراقيين على علو سقف مطالبهم التي سبق أن أسستها القوى العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية منذ نحو 20 عاماً ورفع الشعارات التي تعبر عن هذه المطالب مثل إسقاط النظام السياسي الحالي والمحاصصة دليل على الوعي عالي المستوى الذي وصل إليه شباب الحراك الجماهيري والعراقيون جميعاً، إذ أثمر هذا الوعي بالمقاطعة شبه الكلية للانتخابات الأخيرة. وسقط في هذه التظاهرات التي انطلقت في العام 2019 نحو 1000 شهيد وأصيب أكثر من 30,000 آخرين برصاص الميليشيات وفرق الموت الخاصة. الذكرى الرابعة لثورة تشرين وإصرار ناشطيها ومؤازريها وشبابها على أهدافهم الوطنية في إسقاط النظام الطائفي والمحاصص هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف يبدو الوضع في العراق بعد مضي 4 سنوات على انطلاق ثورة تشرين التي نادى شبابها وناشطوها بإسقاط النظام الطائفي الفاسد؟ وأي وعي وطني قدمته هذه الثورة الشبابية التي يحتفل بذكراها السنوية الرابعة في عدة مدن عراقية؟ وهل فعلا أن هذا الحراك الشبابي الوطني ما زال مستمرا ومصرا على أهدافه الوطنية التي أعلن عنها في العام 2019؟ ولماذا يجب الحذر من محاولات القوى السياسية من استغلال حراك تشرين بما يخالف روحه وأهدافه الوطنية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، عادل الجبوري، رفعت الزبيدي. الظروف التي أشعلت ثورة تشرين في العراق قبل 4 سنوات لم تتغير، فما زال العراقيون كل يوم يعيشون يوميات الفقر والبطالة وانعدام الأمن وتسلط الميليشيات وغياب القانون واستشراء الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة. وإن تغير رئيس حكومة أو تبدل المسؤولون، فإن النظام السياسي الذي يفرز هذه الشخصيات ما زال على حاله، ولعله منذ انطلاق الثورة عام 2019 وحتى الوقت الحالي يجد العراقيون كل يوم سبباً آخر يدفعهم للإصرار على التغيير السياسي الشامل. 4 سنوات مضت على انطلاق الثورة التي قدح شرارتها الشباب العراقي ودفعوا في أول أيامها آلاف الشهداء والجرحى، ورسموا خلالها صورة وعي اجتماعي مدرك لحقيقة واقع البلاد، وأبصروا طريق الخلاص وتخلصوا من كل محاولات الالتفاف الحزبي عليهم وعلى ثورتهم. وإن كانوا لم يصلوا بعد إلى الهدف الرئيس من الثورة، إلا أنهم حققوا نجاحات على كافة المستويات، فبصمودهم أمام آلة القمع الميليشياوية وجهوا ضربات للأحزاب التي بدأت تترنح فعليا بعد ثورة تشرين وأصبحت أكثر عدوانية تجاه بعضها، وانشغلت بصراعات علنية أجبرتها على تغيير 3 من رؤساء الحكومات في أقل من 3 سنوات. والنجاح الأهم لهذه الثورة أنها عرت الأحزاب التي تدعي الوطنية والسعي للإصلاح، فما إن قام الشباب التشريني بإحراق الأعلام الإيرانية وصور رموزها والمطالبة بالتغيير الشامل، حتى انسحب من أوساطهم أتباع الأحزاب التي حاولت أن تركب الموجة وتصادر قرار الشباب الثائر. ورغم التخاذل الدولي والتدخل الإيراني لإخماد الثورة، إلا أنها لم تخمد بشكل نهائي، بل كان الشباب يتظاهرون كلما سنحت لهم الفرصة مصممين على مطلب إسقاط العملية السياسية بشكل كامل. ثورة تشرين ليست مجرد احتجاجات على الواقع المتردي، وإنما هي ثورة فكرية وخارطة بناء وطن، ولذلك لا تستطيع القوى العسكرية إنهاءها. Let's go! 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 Let's
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث في الذكرى الرابعة لثورة تشرين وإصرار ناشطيها وشبابها على أهدافهم الوطنية في إسقاط النظام الطائفي والمحاصصة. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا عبر تطبيق زوم الصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل الجبوري، وسيكون معنا أيضا من ميشيغان على ما أظن في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ رفعت الزبيدي الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا، نبدأ مع دكتور رافع. دكتور رافع، يعني قبل أيام احتفل بالذكرى السنوية الرابعة لثورة تشرين، خرج عدد من شبابها وناشطيها والمؤازرين وأنصارها، أيضا جوبهوا بقمع وإطلاق رصاص وما إلى ذلك، يعني في بغداد طبعا في ساحة التحرير. بعد 4 سنوات كيف يبدو الوضع في العراق وهذه الثورة التي يحتفى بها قد نالت بإسقاط النظام السياسي كمقدمة لتعافي العراق واستعادة مكانته ووضع الطبيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. في الحديث عن ثورة تشرين، ثورة شعبية شبابية حصلت في العراق، لابد من العودة إلى رؤية تاريخية لما حصل أو جرى التاريخي لما حصل منذ عام 2003 لحد الآن. أقصد من تظاهرات كبيرة ومحطتين رئيسيتين نتوقف عندهم. المحطة الأولى بعد 8 سنوات من الاحتلال اللي هي في 25 شباط 2011، وبعد 8 سنوات أخرى في 1 تشرين أول عام 2019. يعني 8 سنوات مرت وثمان سنوات مرت أخرى. طبعا خلال هذه 8 سنوات اللي قبلها وثمان سنوات اللي بعد ثورة 25 شباط حثت كثير من التظاهرات وكثير، لكن أنا أقصد محطات كبيرة، لأنه 25 شباط خرجت التظاهرات في 55 مدينة عراقية وأحرقت مقرات للأحزاب السلطة، ويعني كادت أن تسقط كل العملية السياسية كما جرى في 2019 في ثورة تشرين، نفس القضية تكررت. منذ 2003 إلى 25 شباط 2011 قوى العملية السياسية كانت تعتقد أنه هذا البرنامج الذي جاءت به، برنامج الكذب والادعاءات والمظلومية، قد فعل فعله وأوصل الناس إلى حالة من الارتخاء والتسليم بأن هذه السلطة دائمة ومستمرة، ولم تدرك أن كل هذا الفساد والخراب والتدمير والقتل والتهجير هذا كله إلى نتائج وإلى يعني مكونات داخل النفوس العراقية، داخل النفس الوطنية العراقية، لكي تنفجر مرة أخرى وتطالب بحقوقها. هضم الحقوق كان شديد، فلذلك عندما خرجت ثورة 25 شباط تفاجؤوا، مفاجأة كانت كبيرة لهم، وواجهوها بالنار والقتل والتدمير، وهذا ما شاهدناه، أن يحقق مراده أمام بلد يستمر في الخراب ويستمر في الفساد يستمر ويعلو جبل الفساد والخراب والدمار والقهر وهضم الحقوق. وإذا بهم يعتقدون شكلوا خلال هذه الفترات، خلال يعني بعد 25 شباط 2011، أكثر من غرفة عمليات للميليشيات وقوى العملية السياسية، كانوا يدرسون الوضع كيف يمكن أن نتدارك هذا، واعتقدوا أن السلاح سلاح الميليشيات وقدرات الميليشيات المتنامية، وخاصة بعد 2014 بعدما شكلوا ما يسمى بالحشد الشعبي، هذه مجموعة من الميليشيات قادرة على أن تقمع أي ثورة شعبية، ويعني أمنوا أمورهم بهذا الشكل. وإذا وكان يعتقدون من خلال مناهج الدراسة، من خلال مناهج المجتمع، من خلال رسائلهم وخطاباتهم والخطاب الطائفي، كانوا يعتقدون أنه خلق مجتمع طائفي مساند لهم وبيئة مساندة لهم، وإذا بثورة تشرين تأتي لتنقذ كل هذا، تنقذه تماما وتسقط كل هذا، وإذا بهم يخرجون شباب صغار ضد الطائفية، عابرين للطائفية وطالبون، وحرقوا مقرات الأحزاب مثل ما فعلوا في 25 شباط 2011، حرقوا مقرات ونادوا بإسقاط. لكن الاختلاف بين 25 شباط 2011 و19 إنه الغالبية العظمى في 2019 هي هم من الشباب الذين اعتبروهم حاضنتهم الشعبية، من يعني بين هلالين من الشيعة الذين خرجوا، وصلوا إلى مرحلة من القهر والفهم والقدرة والوعي أن هؤلاء لا يمكن أن يحكموا بلد، لا يمكن أن يستمروا في هذا الطريق،
لذلك خرجوا. الآن عندما تسألني يعني هذه الثورة هل قادرة أن تبقى أن تعيش؟ سنبحث في هذا الموضوع إذا سمحت دكتور. نتحدث عن قضية الثورة. نرحب بضيفنا أظن عبر الهاتف الآن صار، الأستاذ عادل الجبوري الصحفي والناشط المدني. مساء الخير أستاذ عادل. عادل ماشي فونه؟ وينه؟ ماشي فونه؟ خلينا نشوفه. يسمعني؟ مساء الخير أستاذ عادل. نعم. حبيبي اسمعني. تسمعني؟ خروج عدد من المتظاهرين والناشطين في ساحة التحرير وطبعا في الناصرية ومدن أخرى محتفلين ومحتفين بالذكرى الرابعة لانطلاق ثورة تشرين، أطلق أيضا الرصاص عليهم ولوحقوا من قبل الميليشيات وقوات الأمن. هل يعني هذا الخروج والاحتفال أن ثورة تشرين ما زالت مستمرة وأنها لم تنتهي كلية كما تقول السلطة؟ نعم الحقيقة هم شباب تشرين خرجوا في عام 2019 على السلطة البائدة، على السلطة التي دمرت العراق، مطالبين بحقوقهم المشروعة في العيش بسلام آمن وعيشة كريمة. طالبوا بحقوقهم الموجودة في الدستور العراقي، لكن نشوف تفاجأوا بإطلاق نار راح ضحيته 700 شهيد وأكثر من 15 ألف جريح وعدد معوقين، وأرادوا أن يطفئوا هذه الثورة من الشباب العراقي، لكنهم لم يستطيعوا وفي كل المحافظات خرجت الشباب. وهذا العام خرجت شباب العراق جميعا في كل المحافظات، لكنهم قاموا بعملية وكانت مظاهرات سلمية جدا، ولكن القوات الأمنية بس بعد الساعة الخامسة أرادت تلاحقهم ولاحقتهم، وكانت تتصور أن هذه الثورة ستنتهي. الثورة باقية ولن تنقطع، وتطالب بأن تحافظ على كل ما حرزته في 2019 من إلغاء مجالس المحافظات والعيش الكريم في هذا البلد. نعم أشكرك. نتحول إلى ميشيغان وضيفنا من هناك الأستاذ رفعت الزبيدي الكاتب والباحث السياسي. مساء الخير أستاذ رفعت. حياكم الله. مساء الخير. أهلا وسهلا. الحقيقة أنصار ثورة تشرين مؤازروها محبوها داعموها يقولون أن ثورة تشرين يعني أصبحت فكرة وروحا وطنية عراقية، الحقيقة القضاء عليها واستئصالها بالكامل عملية مستحيلة وربما صعبة جدا رغم القمع والبطش والملاحقة والتغييب لناشطيها وشبابها ومتظاهريها. هذه فكرة حية قائمة مستمرة لأن الظروف التي فجرتها ما زالت أيضا قائمة ومستمرة، دقيق هذا الكلام؟ نعم بالتأكيد. شكرا على هذه على هذا الحوار. بالتأكيد هذا الكلام صحيح، أتفق معك. هو إذا تلاحظ حضرتك تسلسل أو تصاعد المواجهة السلمية بين الشعب وبين النظام السياسي المتمثل بالأحزاب، وفيما بعد 2014 أضيف له ميليشياتها، كان هناك تصاعد في المطالب، وكان هناك تصاعد أيضا في الوعي وكذلك اللغة المستخدمة في بيان خارطة طريق ثورة تشرين الذي صدر في تشرين الأول 2019. بدأت المواجهة السلمية بين المدنيين أو بين الشعب العراقي من خلال حركة ما عرفت بحركة الاحتجاجات المدنية. كان هناك تظاهرات من أجل حقوق المتقاعدين ضباط الجيش السابق، وفيما بعد عندما وجدت شرائح متعددة من الشعب العراقي أن هذا النظام هو لا يلبي طموح الشعب العراقي بعد العام 2003، تصاعدت المطالبة بفك ارتباط أو فك العلاقة بين الشعب والنظام السياسي المكون للعملية السياسية، ولذلك قمعت بعنف شديد كان نتيجته 700 شهيد وما يقارب 20 ألف جريح. لو نراجع خارطة طريق ثورة تشرين نفهم مصداقية ما تقول حضرتك فيما يقوله جيل الشباب الذي قاد حركة
الثورة وحركة الوعي العراقي في التاريخ الحديث لا سيما خلال بعد العام 2003. نعم دكتور، الحقيقة أيضا المحبون لثورة تشرين والمشاركون فيها ومؤازرها يقولون أن ثورة تشرين الحقيقة بلورت، رسخت، أوجدت، بعثت من جديد وعي وطني عراقي، لذلك هي مثلت كل العراقيين، ولذلك الكل يشعر تجاه هذه الثورة بالفخر والاعتزاز، محب لها، محب لشبابها، ولذلك جرى هذا الاحتفال بها. أي وعي وطني رسخت أو بلورت أو أحيت هذه الانتفاضة الشبابية في تشرين؟ أستاذ ماجد، في كل دول الدنيا تعامل هناك سلطة وهناك شعب. السلطة مطلوب من عندها أن تنفذ برامج معينة، تسميها حكومة، تسميها دولة، ما أعرف شو تسميها، لكن مطلوب من عندها أن تقدم برامج للشعب، وهذه البرامج للشعب خدمات، حقوق إنسان، تعليم جيد، مواصلات جيدة، مستشفيات جيدة، خدمات طبية جيدة، وهكذا كل هذه المتطلبات التي يطلبها الشعب خلال من عام 2003 لحد الآن ولغاية حتى ثورة تشرين عام 2019 كان الشعب يراقب والشعب يعاني في نفس الوقت، هو يعيش حالة البؤس وحالة الفقر وحالة الكذب، يعني يتقبل هذه الوعود الكاذبة، الادعاءات الكاذبة ويسمعها ويقارنها مع الواقع ولا يجد تنفيذا لهذه الوعود على أرض الواقع. فبالتالي طوال هذه السنوات كان الشعب له قدرة على تمييز هذه السلطة ورؤيتها بشكل واضح، لذلك عندما تقوم الثورة، أي ثورة تقوم لديها مطالب معين، لديها إطار معين، هناك جانب معين في الحقوق، هناك جانب معين في الخدمات، هناك جانب معين في السيادة، في الاستقلال، كلها يجب أن تتحقق. هذه بمجموعها قد تشكل برنامجا وطنيا للشعب المحروم منها. ما جاءت به ثورة تشرين عندما طالبت بإسقاط عملية سياسية هي فاسدة، لم تقدم خدمات، لم تقدم حقوق للإنسان، لم تراعي سيادة العراق ولا استقلاله ولا حريته ولا رفاهيته. الفقر ازداد، البطالة ازدادت، الأمراض ازدادت، التعليم في أسوأ حالاته، الحالة الصحية في أسوأ حالاته، علاقات المجتمع متفتت، المجتمع كل الأمور سائبة، هناك تغول خارجي عليه دولي وإقليمي، إيران وأمريكا وغيرها، وساعة صراعات وميليشيات، الأمن مفقود، القدرة على فهم الدولة، وجود الدولة غير موجود، دولة بالأساس غير موجودة. هذا كله يشكل، ينتظر الشعب أن هناك برنامجا وطنيا يطرح لكي يتمسكوا به. عندما جاءت ثورة تشرين هؤلاء الشباب الصغار طرحوا هذا البرنامج، طرحوه بعفوية عندما طالبوا بهم، كان شعارهم نريد وطن، يريدون وطن، وفسروا هذا من خلال وجودهم وما تعرضوا له من قتل وجروح وكذا، فسروه بأنه يريدون وطن موفور الصحة، موفور الكرامة، موفور التعليم، موفور هذا كله يريدوه، هذا غير متوفر. إذن هناك برنامج وطني، لذلك الشعب تمسك به. ولو تذكر في أول أيام ثورة تشرين كان الشعب كله يزور الساحات، ساحات المتظاهرين اللي اعتصموا بها في ساحة التحرير، في بالناصرية، بالنجف، العوائل تزورها، حتى أطفال ونساء ورجال كبار السن ونساء كبيرات عجائب يزورون، يزوروهم ويحملون وياهم الأكل ويحملون وياهم الهدايا لهؤلاء. الشعب محتفي بهم لأنهم يشكلون أمل، بارقة أمل لتحقيق هذا البرنامج الوطني اللي هم يفتقدوه. هذه السلطة لم تحقق شيئا، لذلك عندما هم يعتقدون أنهم أفشلوا الثورة بقتل 1000 متظاهر وجرح 30,000 ومطاردات ما أعرف منه، وعندما قامت الآن في الذكرى الرابعة للثورة عندما خرج الشباب أيضا طاردوهم بالرصاص، نفس القضية، هم يعتقدون أنه قادرين على يقمعوهم. هذا ليس حقيقيا، لأنه أنت ما دام الظروف القائمة، المشروع الوطني الذي يريده الشعب غير متوفر، ستبقى الثورة قائمة. نتحدث عن هذه النقطة إن شاء الله لاحقا، أن تحقق أهدافها. نعم أستاذ عادل الجبوري، الحقيقة لا زالت السلطة، قوى السلطة والميليشيات تشعر بعداوة شديدة لهذه الثورة،
شيطنت شبابها، شيطنت أهدافها، حتى في الذكرى الرابعة يعني هناك حملة شيطنة وتشويه لهذه الثورة. لماذا كل هذا الخوف من قبل السلطة من هذه الثورة؟ هناك خوف، حتى خوف من ذكراها. أي خطر شكلته هذه التظاهرات أو هذه الانتفاضة أو هذه الثورة على السلطة وقواها؟ نعم، في يوم 1 تشرين من هذا العام خرج الشباب مرة ثانية إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى في المحافظات ليثبتوا للعالم أنهم شباب أحرار، لكنه نشوف اندسوا بيناتهم في ساحة التحرير ناس مقنعين من الأحزاب مالتهم، أحزابهم أحزاب السلطة أو الميليشيات، وقاموا يضربون القوات الأمنية حتى يشوهون سمعة هؤلاء الشباب الثوار. الحقيقة الشباب الثوري يطالب بأبسط حقوقه في العيش الكريم، يطالب بإنهاء الفساد، يطالب بعدم بيع أراضي العراق إلى الدول المجاورة. هذه خيانة عظمى، لكن نشوف تم متابعتهم من قبل الميليشيات والجيش العراقي وحاولوا يقتلوهم في مناطق ساحة التحرير، وصارت العملية عملية إنهاء هذه الثورة بالقوة بعيدا عن حقوق الإنسان. لكن الثورة مستمرة ولن تنتهي وستحقق أهدافها إن شاء الله. أشكرك. رفعت يعني فعلا هذه الانتفاضة هزت أركان السلطة، أخافتها، أشعرتها بالرعب والهلع، أم أن محبيها ربما يهولون ويضخمون من تبعات أو من قوة هذا الفعل الشبابي في الشوارع والميادين؟ فعلا السلطة شعرت بخوف، لماذا شعرت بخوف؟ عندما يقول علي الخامنئي في 30 تشرين الأول، يقول يعني يخاطب المعنيين قادة العملية السياسية، يقول الحريصون في لبنان والعراق، تتذكر كان أيضا هناك تزامن مع حركة احتجاجات في لبنان، خاطبهم بالقول الحريصون في لبنان والعراق يجب أن يعاملوا أعمال الشغب التي تدار من قبل أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الرجعية. أنت كما قلت لي حضرتك، عندما تعود إلى خارطة طريق ثورة تشرين التي أرادت أن تقدم نظاما سياسيا جديدا من خلال تغيير الوجوه التي قادت العملية السياسية منذ العام 2003 إلى عام 2019، تدرك أن هؤلاء شعروا بالخطر يهدد وجودهم، ولذلك حتى أن التيار الصدري يعتبر في رأيي الشخصي هو صمام الأمان للعملية السياسية، فيقوم بحركة التفاف على حركة الاحتجاجات كما حدث في عام 2011 و14 و16، وهذه المرة من خلال القبعات الزرق، واستطاع أن يحتوي ويقمع فيما بعد ثورة تشرين. لذلك أستاذي الكريم، نحن يفترض كما أن أبناء ثورة تشرين قاموا بدورهم وأنتجوا لنا، قدموا لنا خارطة. نتحدث عن دور ثوار تشرين، بس نتوقف عند هذا الفاصل بالاستئذان منك ومن الضيفين الآخرين ومن المشاهدين الكرام. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، وسنعود مباشرة مع ضيفنا من ميشيغان الأستاذ رفعت الزبيدي. نتوقف عند الفاصل ثم نعود. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة.
وما نقدر حالتنا تعبوا. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي تبحث وتناقش الذكرى الرابعة لانطلاقة ثورة تشرين. ضيوف طاولة رافع الفلاحي، عادل الجبوري، ورفعت الزبيدي. رفعت، قبل الفاصل كنا نتحدث عن دور لثوار تشرين، تفضل. نعم، أبنائنا وبناتنا قاموا بواجبهم في الأول من تشرين الأول 2019. نعم. وبقي الآن الدور علينا نحن من نقدم أنفسنا كنخب معارضة للعملية السياسية. الآن يفترض أن يكون هناك استحقاق في هذه المرحلة مكمل لخارطة طريق ثورة تشرين 2019، بما أن النظام السياسي فشل في تحقيق تلك المطالب المشروعة، لذلك قدمنا هذه المبادرة هي الاستحقاق. أولاً الكشف عن قتلة أبناء ثورة تشرين وحركة الاحتجاجات المدنية التي سبقتها. اثنين، تشكيل محكمة خاصة ومستقلة على غرار المحكمة الجنائية الخاصة اللي تولت محاكمة رموز النظام السابق. مهمة المحكمة التحقيق في الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية واللي مورست ضد المدنيين العزل، وخلال الفترة من أول تشرين الأول 2019 وإلى لحظة تشكيل المحكمة. ثلاثة، إنشاء لجنة قانونية خاصة من حقوقيين عراقيين تسمى باللجنة الدولية لملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والعمل الجاد بالطلب من المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون وإصدار العقوبات المناسبة مع الجرم المرتكب، على أن تأخذ اللجنة القانونية العراقية الدولية الخاصة على عاتقها مطالبة مجلس الأمن الدولي بفرض تعويضات على النظام الإيراني إلى أسر الضحايا من أبناء ثورة تشرين، والذين ثبت أن الأوامر بقتل أبناء ثورة تشرين جاءت من السلطة الإيرانية العليا. رابعاً، منع الأحزاب المتورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منعها من العمل السياسي. خامساً، إلغاء كافة الميليشيات ولا يسمح بتأسيس أي كيان مسلح خارج عمل وزارتي الداخلية والدفاع، وبالأخص أذكر عبارة الجيش الوطني اللي هو من صلاحيات وزارة الدفاع حصرياً. ستة، يعاقب بعدم ممارسة العمل السياسي حالياً ومستقبلاً أي تشكيل، هذه نقطة مهمة، أي تشكيل سياسي تثبت بالدليل المرئي والضمني والمعنوي أن لديه ذراعاً عسكرياً دخل الانتخابات ومارس العمل السياسي والميليشياوي في وقت واحد، بل ويمنع هذا الحزب أو الكيان السياسي من الترويج لعقيدته ضمن أي فترة مستقبلية وتحت أي مسمى، لما يمثل الدور المزدوج بين الترهيب الميليشياوي والمشاركة البرلمانية في آن واحد من خطر محدق لمستقبل العراق، فهي عقيدة خطيرة تعتبر من أخطر التجارب المستحدثة في تاريخ العراق الحديث. أشكرك. أخي الكريم، يجب أن يكون لنا نحن دور مكمل لأبناء ثورة تشرين، قاموا بواجبهم والمسؤولية علينا. دكتور رافع، هل تعتقد أن الأجواء أو الظروف أو البيئة التي كانت موجودة عام 2019 هي نفسها الآن عام 2023، أم أن الظروف ربما الآن أخف، ربما أسوأ، ربما تسير نحو التطبيع؟ الظروف نفسها قبل 4 سنوات؟ أنت تقصد الظروف الداخلية؟ الظروف الداخلية، ظروف العراق، الظروف التي فجرت ثورة تشرين. نعم، حقيقة الظروف أسوأ الآن. أسوأ. نعم، لأنه يعني عندما نتحدث عن الفساد، عن الخراب، عن إهمال المواطن، عن هضم حقوقه، هذه كلها بناء بالخراب بالسالب يتراكم، تراكمي كان،
وهؤلاء جاءوا ضمن مشروع لتخريب العراق، لجعل العراق ضعيفا. والاستمرار في هذا البناء الهرمي، أسميه ما شئت، البناء هذا التراكمي للخراب يجب أن يستمر لكي يبقى العراق ضعيفا. هذا واقع الحال. عندما تستمع، يعني قبل قليل كان الأستاذ يتحدث عن نقاط معينة، رفعت الزبيدي، نعم الأستاذ رفعت كان يتحدث عن نقاط معينة، هي نقاط محترمة جدا وحقيقية ومطلوبة، لكن هناك فرق بين الإصلاح وبين التغيير. عندما تريد أن تحقق كل هذا يجب أن تضع في أولوياتك أن تغير ما هو موجود في أرض الواقع، لأن تغيير العملية السياسية، إسقاط العملية السياسية، لذلك ثورة تشرين طالبت من البداية نريد وطن وإسقاط العملية السياسية. إسقاط العملية السياسية بمعنى إسقاط كل القوى التي تعمل بالعملية السياسية والفكرة الذي جاءت به العملية السياسية، فكرة المحاصصة والتخريب. بعد أن تسقطها تستطيع أن تؤسس محكمة جزائية حقيقية وطنية ضمن إطار سقف عدالة واضح، تجتث كل هذه، حتى كلمة الاجتثاث هذه رغم أنها معيبة لكن يستاهلوها هؤلاء. عندما تخرجهم كلهم خارج كل دائرة السلطة في العراق، لأنهم أساءوا للعراقيين وأساءوا لثروات العراق ولحياة العراق ودماء العراق وتربة العراق ومياهه وثرواته وسيادته واستقلاله، فيجب أن تبعدهم كلهم. هذه الخطوة الأساسية الأولية في أولوياتك يجب أن تسقط. لذلك هذه ثورة تشرين وقبلها في 25 شباط كان الأساس فيها أن تسقط العملية السياسية. عندما تسقط العملية السياسية تستطيع أن تنفذ كل هذا الذي تريده. الثوار هؤلاء الشباب بدأوا الطريق، نعم، وقبلهم بدأت تظاهرات كثيرة، يعني ربما البعض من عندها عدا 25 شباط وعدا ثورة تشرين، الباقيات نسميها الموجات الصغيرة التي كبرت وولدت الموجة الكبيرة في 25 شباط وفي 2019، وستولد موجة كبيرة أكبر ستزيح كل هذا. هذا واقع الحال، لأن استمرار الحال من المحال، استمرار هذا الخراب، استمرار هذا الفساد، استمرار هذا السقوط. يعني في العراق هناك، عندما تنظر إلى العراق الآن تضع العراق أمامك وتنظر إلى ما يحدث فيه، يعني قضية هائلة لا يمكن قبولها، في الفساد، في الخراب، في الارتهان للخارج، في ضياع الأمن، السلوك الاقتصادي، نعم، السفاهة في التعامل، في السياسة، في إدارة الدولة، في إعطاء الناس حقوقها، هذا كله يولد ثورة كبيرة في داخل نفوس الناس. يعني حتى في قضية، على ذكر الثورة دكتور أشكرك، نعم، واضح. يعني خلينا السؤال أيضا حيل ضيفنا، نعم، عادل الجبوري. أستاذ عادل، يعني ما دامت أجواء وأسباب وبيئة البيئة الآن أسوأ مما كانت عليه عام 2019 عندما تفجرت هذه الثورة، الآن أسوأ كما يقول رافع الفلاحي، دكتور رافع الفلاحي، هل تتوقع أن الثورة أيضا ستنفجر مرة أخرى وربما بوتيرة أقوى وبزخم أكبر مما كان عليه في 2019؟ نعم، الثورة مستمرة ولم تنطفئ الثورة في العراق نهائيا، والشباب الثائر هو يخرج طلب استحقاقه وحقوقه من هذه الحكومة التي بدأت تسرق كل شيء. احنا الشباب الثائر يريد انهاء الفساد الإداري وسرقة المال العام ويريد حياة كريمة. الثورة مستمرة ولا تنتهي بما يقومون به ضد الثوار من متابعات القتل والتوقيف وغيرها، ولا زالت الثورة مستمرة وستنهض من جديد وسوف تنهي هذه العملية الفاسدة برمتها. عملية فاسدة، باعت العراق، هدمت العراق، دمرت العراق. أي مواطن اليوم من أي مذهب يرفض هذه الحكومة. يعني إذا كان العنوان، يعني الأستاذ عادل خليني أسألك، أنت ناشط وداعم ومؤازر للثورة، نعم، يعني ستنهض من جديد كما تقول الثورة وستستمر وتصعد، نعم، حتى رغم القمعي ورغم البطشي ورغم التغيبي ورغم الملاحقات ورغم الرصاص؟ نعم، ورغم الرصاص والثورة مستمرة، وسوف ترى هذه الحكومة العميلة الشباب الثائر مرة أخرى ليسقط هذه الحكومة عن بكرة أبيها. ولذلك الثورة لن تنطفئ نهائيا في العراق،
الثوار مستمرين في عملياتهم. إذا تشوف انت بعض الأفلام أو بعض الوثائق اللي تظهر على الثوار في هذه المحافظة أو تلك المحافظة، ولن تهدأ الثورة نهائيا إلا بسقوط هذا النظام البائد الذي باع العراق إلى جيرانه، وأصبحت السيادة مرغلة بالتراب. أي اليوم إيران تحكم بالعراق، والكويت تحكم البصرة، وتركيا تحكم الشمال، ونشوف أنه لا سيادة لهذا العراق الذي كان منبر العرب وعلى رأس الأمة العربية. أشكرك أستاذ رفعت. يعني أنت كمراقب تلمس، تقرأ، ترى مؤشرات ربما في الأفق على أن ثورة تشرين أو شبيهة لتشرين في طريقها إلى التفجر للاندلاع، ما دامت الظروف في العراق الآن أسوأ مما كانت عليه عام 2019 عندما تفجرت يعني ثورة تشرين وانطلقت. هناك نقطة مهمة تتعلق بمسألة العولمة وتطور وسائل الإعلام من خلال التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. نعم. كان لها دورا إيجابيا في تحرير العقل العراقي وكشف الكثير من الحقائق لجيل الشباب. كان هناك تواصل غير مباشر من خلال التواصل الاجتماعي مع الداخل في مسألة طرح كثير من الأفكار والمقترحات في لبلورة وإنضاج الرؤية العراقية الجديدة التي تمثلت كما قلنا خارطة طريق ثورة تشرين. نحن في ليلة الأول على الثاني من تشرين الأول 2019 أصدرنا بيانا يتكون من 9 نقاط، وبعده ب 22 يوم يوم 24 تشرين الأول إذا تراجع البيانين ستجد هناك توافقا في النقاط المطروحة في خارطة طريق ثورة تشرين، وأكيد هناك أيضا قوى أخرى معارضة وطنية مستقلة خارج العراق تتواصل مع الداخل من خلال السوشيال ميديا. لذلك هم الآن مرعوبين من هذا التواصل، مرعوبين من خطابنا الوطني الموجه إلى أبنائنا وبناتنا في كيفية أن يطوروا آليات عملهم الوطني. لهذا تجد بين فترة وأخرى ينتجون لك قوى هزيلة تحت عنوان قوى المعارضة، مرة نازل أخذ حقي أو أخذ فلافل أو رفض أو وعي. هناك تحول جديد، وتذكر أن العراق الآن يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي. العراق جسر لنقل الصواريخ والأسلحة الإيرانية إلى سوريا ولبنان، وأعتقد علينا نحن المعارضة أن نبدأ بمرحلة الحوار الوطني. هذه هي المرحلة التي ينتظرها الشعب العراقي. بالطريق أكو تظاهرات؟ أنا لا أؤمن بالتظاهرات بالوقت الحاضر أستاذ ماجد. وما يروج له في مسألة الحراك الجديد أنا لا أؤيده، لأن التيار الصدري يلعب هذه اللعبة القذرة للعودة إلى مسألة التوافقات في الحكومة وكذلك البرلمان. عليهم في الداخل أن يكونوا حذرين، والمسؤولية علينا الآن أستاذ ماجد. دماء أبنائنا وبناتنا عزيزة علينا، لا نريدهم أن يكونوا مندفعين أكثر وينخدعوا بالشعارات. واضح. سنتحدث عن أيضا تحذير لهيئة علماء المسلمين من تلاعب أو محاولات يعني قوى العملية السياسية بالحراك حتى تحرف عن روحها أو أهدافها. دكتور رافع، الحقيقة في بيان الهيئة في مباركتها لثورة تشرين في الذكرى السنوية الرابعة قالت أنه الحقيقة عبر هذا الحراك عن وعي وطني عالي المستوى لشباب تشرين والعراقيين جميعا، وهو هذا الوعي الذي أسسته القوى المناهضة للاحتلال منذ ما يزيد عن 20 عام. هل من توضيح أكثر لهذه النقطة؟ أستاذ ماجد، الحقيقة القوى المناهضة للاحتلال الحقيقة وعلى رأسها كانت هيئة علماء المسلمين في العراق من عام 2003 لحد الآن كانت تتحدث في خطاباتها، في بياناتها، في دعواتها إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر، الاحتلال سرطان كبير،
الاحتلال جاء ليدمر البلد، ليخرب البلد، لا يمكن أن يبني اقتصادا جيدا، لا يبني سياسة جيدة، لا يبني مجتمعا جيدا، لا يمكن أن يقدم لك خدمات جيدة أبدا. هذه القضية يريد أن يوصل بالعراق إلى قعر الهاوية، هذا واقع الحال وهذا واقع كل احتلال في العالم. لا يمكن الاحتلال أن يأتي بتجربة للبناء، تجربة تخريب وتدمير وسرقة الثروات، هذا واقع الحال. لذلك عندما قامت ثورة تشرين وكل التظاهرات، هذه جزء من الشعارات التي كانت أو من المطالب التي رفعتها القوى المناهضة للاحتلال، وأولها كانت هيئة علماء المسلمين من عام 2003 وما بعدها ولحد الآن. هذا واقع الحال. وعندما تسأل أنت ضيوفك الكرام هل أن الثورة هذه مستمرة، هل يمكن أن تستمر هذه الثورة، سأقول لك شيئا ربما يتناسب مع الواقع الآن. إسرائيل دولة يعني دولة قوية، هكذا دولة احتلال قوية، لديها بوليس ولديها شرطة، لديها أسلحة قمعية، مارست القمع منذ تأسيسها لحد الآن ضد الشعب الفلسطيني بشكل قوي، وبالرصاص، بالقتل، بالاعتقالات، كل شيء مارسته. إذا ما أخذنا هذا وقسناه مع ما يجد بالعراق، أنت تقول أنه رغم الرصاص ورغم التعسف ورغم الاعتقالات هل القمع، هل ستقوم الثورة؟ أقول لك ستقوم. اليوم ما حصل في, في, في فلسطين أنت تتفاجأ به، أنه إسرائيل قوي. هل لا يدرك الفلسطينيين، أهل فلسطين لا يدركون، أو أهل غزة لا يدركون أن إسرائيل قوية وستدمر وستقصف وستقتل وستحرث الأرض بصواريخها؟ يعرفون هذا، لكن بدون أيديولوجيات، بدون أحزاب، بدون قوى، الظلم والاستبداد وهضم الحقوق، سلب الناس كرامتهم، هذا يؤجج في داخل الناس الثورة، يدفعهم إلى الثورة ورمي نفسهم بالنار حتى لا يسهم حساب المستقبل ماذا سيكون، وممكن أن تكون العواقب ويقتلون. يريد أن ينتصر بالثورة مهما حصل. فعندما تقيس على ودعك من الشعارات التي تتحدث بها الآن، الميليشيات تؤيد فلسطين، هؤلاء الذين هجروا الفلسطينيين ورموهم بالصحراء وقتلوهم 3 سنوات 4 سنوات بالصحراء إلى أن أخذهم الأرجنتين والبرازيل وهم في الصحراء على الحدود العراقية الأردنية، هذا تهجير الميليشيات. الآن تدافع عن فلسطين وإحنا القدس، لا ليس لهم علاقة لا بفلسطين ولا بالقدس ولا هذه القضية، هذه كذبة كبيرة. عموما أعود مرة أخرى، الشعب الذي تهضم حقوقه بهذه الطريقة لابد أن يدافع عن نفسه، وهذه طبيعة البشر، يدافع عن نفسه، يدافع عن حياته، يريد أن يبني حياته الحاضر والمستقبل، يريد يدافع عن حياة أولاده ومستقبلهم ومدارسهم وصحتهم، وبالتالي هو يحتاج إلى ثورة. هذه الثورة بغض النظر عن توجد أحزاب، توجد قوى، هو بدافع شخصي، بدافع الظلم والقهر والفساد الذي يراه والانتهاكات التي يراها والاستهانة بكرامته وبوجوده وبوطنه وباستقلاله، هذا كله يدفع إلى الثورة. لذلك أنا أقول أن الثورة ستستمر وستصل إلى مرحلة سنجد بها حالة من المفاجأة للآخرين، مثل ما فاجأوهم في عام 2019 سيفاجئونهم، وهذه المفاجأة لن تنتهي بقمع الثورة مرة أخرى، لا، هذه المرة هذه الدروس المستفادة للثوار، للشباب، لأبناء العراق، هذه المرة لن يبقوا على شيء، سيسقطون العملية السياسية وسينتصرون، لأن الفساد أشكرك. والخراب، كل هذه الهياكل هياكل وهمية وستسقط بسرعة. نعم. أستاذ عادل شوي باختصار، الحقيقة هناك بعض القوى الموجودة في البرلمان في العملية السياسية تقول أنها إنما خرجت من رحم ثورة تشرين، هي تمثل ثورة تشرين، هي موجودة، والآن أيضا احتفلت بالذكرى الرابعة لثورة تشرين. تعتقد أن ثورة تشرين التي نادت بإسقاط النظام السياسي لها من يمثلها في هذا النظام؟ في هذا النظام لا يوجد أحد يمثل الثوار. نعم. ظهر قشب من النواب اللي يدعوا أنهم مثلون الثوار وفازوا في مجلس النواب تحت اسم الثوار، لكنهم لا يمثلون الثوار لأنهم انتهوا كمستقلين وذهبوا إلى الأحزاب العميدة ليكونوا رديف إلها ويساهموا في تخريب هذا الوطن، ولذلك لن نسمح مرة ثانية بأن تركب الموجة من أي جهة كانت، من أي جهة كانت، وستكون الثورة خالصة لشباب العراق إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ رفعت، حقيقة هناك تحذيرات يعني كثيرة من محاولات القوى السياسية من استغلال حراك تشرين
بما يخالف روحه وأهدافه الوطنية، هل تعتقد ثمت محاولات فعلا من قوى سياسية في العملية السياسية لركب الموجة كما سماها ضيفنا عادل الجبوري، ومحاولة يعني إيجاد صلة أو رابطة بينها وبين ثورة تشرين التي تنادي بإسقاط قوى العملية السياسية؟ بالتأكيد، لاحظ حضرتك معظم القوى ما تعرف بالحراك بعد 2019 الجديدة اللي دخلوا قسم منهم في البرلمان، وهناك أيضا حراك جديد تحت عنوان رفض، لا يتبنون خارطة طريق ثورة تشرين. هذا هو المحك الأساسي لهذه الجماعات عندما يتحدثون أنهم نتاج ثورة تشرين، كما سوقوا أن مصطفى الكاظمي هو نتاج تنسيقيات تشرين. هناك نقطة مهمة أيضا أستاذ ماجد، إيران بارعة في سياسة الاحتواء، وعرفت كيف تحتوي الجماعات المعارضة للنظام السابق، وقسم منهم شتتتهم يعني مزقتهم أو قسمتهم إلى جماعات ليسهل السيطرة عليهم. نفس السيناريو الآن يقومون به، ولذلك المحك الأساسي لكل من يدعي أنه نتاج ثورة تشرين، انظر إلى خطابه، إلى ما يدعو إليه. هل يتبنى خارطة طريق ثورة تشرين في نقاطها العشرة؟ ولديه مطالب تصعيدية تشمل كل النظام السياسي للعملية السياسية بعد العام 2003 أم لا؟ إذا كان يتحدثون بقضية إصلاح، معنى ذلك أن هؤلاء هم نتاج من عباءة العملية السياسية، خصوصا التيارين الصدري وكذلك الإطار التنسيقي. الأمور واضحة، والشيء الإيجابي أستاذ ماجد أن هناك وعيا متزايدا في كشف كثير من الأسماء الوهمية الهزيلة. أشكرك دكتور رافع بدقيقتين. الحقيقة على الرغم من مضي 4 سنوات على ثورة تشرين، شكلت لجان حكومية تحقيقية لمعرفة قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، وكانت الوعود من الكاظمي إلى الآن يعني ملاحقة قتلة المتظاهرين والكشف عن المغيبين. هل يتوقع أن يتم هذا الأمر فعلا؟ لا أستاذ ماجد، يعني للعراق تعودوا أن يقولوا إذا ما أردت أن تسوف قضية شكل لها لجنة، شكلوا مئات الآلاف من اللجان، وماذا يعني حصل منها الشعب العراقي؟ لا يحصل على شيء الحقيقة. والقتلة هؤلاء لا يعني منهم وبهم، هم الذين يشكلون الحكومة، لا يمكن أن يعترفوا على أنفسهم. هم يقولون الطرف الثالث، ويقولون جهة مجهولة، هكذا الطرف الثالث هو الذي يشكل الحكومة الآن، وتعترف به أمريكا والسفيرة الأمريكية تجاملهم، هذا واقع الحال الحقيقة. لكن هذا كله يرتبط بوعي العراقيين، منسوب الوعي عند العراقيين قد ارتفع كثيرا، وإدراك العراقيين لما يجري على الساحة واضح جدا، النظر واضح، رؤيتهم واضحة، لذلك ثورتهم قادمة لأنها تعتمد على الوعي. وبيان هيئة علماء المسلمين الذي يراهن على الوعي هو يقصد هذا، أن وعي الإنسان، وعي المواطن العراقي أعلى كثير من وعي السلطة، وقادر أن يبني ثورته القادمة. أشكرك. في ختام هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر الهاتف الصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل الجبوري، كما نشكر ضيفنا من ميشيغان في الولايات المتحدة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ رفعت الزبيدي، كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.